كثيرة هناك. صديقي عدنان يعمل بغسل سيارات ويكسب الكثير. وتتزوج من تلك الأرملة. جميع الصيادين يتهامسون عن علاقة حب تربطك بها. لا، من الصعب جدا أن أنساك بمثل هذه السهولة. اطمئني، سأعود لنتزوج ونقضي شهر العسل في مركب كبير، كبير جدا. هذا بالطبع إن أصبحت رئيسا. فرص النجاح هنا أفضل من المدينة. إذن لما لم يعد صيادون الذين هجروا البحر؟ هم هناك في كل شارع من شوارع المدينة. عدنان بالذات قدم لي لحما مشويا عند آخر زيارة. نعم، وعند العشاء وضعت زوجته أمامنا فروجا أكلناه نحن الثلاثة فقط. تصوري، ثلاثة فقط يأكلون في المدينة فروجا بأكمله. عدنان كان يحتفل بك. أبدا، الصيادون في المدينة يأكلون الفراريج المشوية كل يوم، كل يوم، تماما كما نأكل نحن العدس بالحامض كل يوم تقريبا. يبدو أن فروج المدينة رخيص جدا.